طيب اليوم محاضرتنا عن زمار اللي هو يعني the Palestinian e-government interoperability framework. المحاضرة مجزلة أربع أجزاء. أول إشي what is e-government, شو e-government frameworks, بعدين بدنا نحكي بالديتيلز تبعت زمار, بعدين بدنا نوخر اللي هو يعني من ناحية الأورجانيزيشن والكوميتيز المسؤولة الآن عن زنار وشاركتها مجلس الوزراء و ما هي الحكومة الإلكترونية؟ عشان نبسط ما هي الحكومة الإلكترونية بدنا نأخذ مثال سيناريو صغير very simplified demo. أوكي؟ هلا عشان تفهم شو يعني الحكومة الإلكترونية, تخيل حالك إنه في عندك أنت قاعد في البيت بدك خدمة من الحكومة, ها؟ وبعدين ندخل نشوف شو بصير جوا عشان نفهم شو بالضبط التحدي او شو الصعوبات لان نطبق الحكومه الالكترونيه. عشان نفهم الحكومه الالكترونيه بالمناسبه هي خطوه معايير, يعني اكثر من, يعني مش برنامج, انتبهوا مش برنامج تمكن الحكومه من تقديم خدمات الكترونيه لجهات حكوميه او مؤسسات او مواطنين. هلا بشكل عام اول ما بدنا نعمل حكومه, اول ما يعني يدخل المواطن على بوابه الحكومه الالكترونيه لازم نعمل له اوثنتيكيشن. شو يعني اوثنتيكيشن؟ يعني نتاكد انه هذا نعرف هويه هذا المستعمر, لانه بجوز اي واحد من اي مكان في العالم يدخل, فاحنا بدنا نتاكد ان احنا بنعرف هذا المستخدم, مش اي مستخدم بسمح له يدخل على البورتال. في طرق كثيره للاوثنتيكيشن, ممكن سمارت كارد ويوزر نيم وباسورد, ممكن طرق ثانيه للاوثنتيكيشن. هلا بعد ما احنا نسجل, بعد ما يسجل البورتال بيودي يسال الاوثنتيكيشن سيرفر بتعرف هذا اليوزر, بقول له بعرف مثلا او بعرفوش, بيعرفوا. طيب هلا بعد ما يعرفوا معناته بنورجيه شيء الليست اوف الاود سيرفيسز لهذا المواطن. مش كل مواطن بنورجيه نفس المنيو من سيرفيسز كارد, مزبوط. نفترض انه اختار وحده من السيرفيسز زي مثلا تجديد رخصه سياقه. في تجديد رخصه سياقه هلا بدنا نشوف كيف بدنا تتنفذ هاي العمليه. يعني اول شيء مين مشبوك على البورتال عندنا؟ كل الوزارات, وفي عندنا بورتلز زياده. فعشان ننفذ خدمه زي تجديد رخصه السواقه بلزم انها السيرفر تاع الوزارات تتبادل بيانات. تبادل البيانات هنا بيجي عبر رسائل البيانات بين, مش بين الناس, بين السيرفرز. كما هاي السيرفرز تتبادل بيانات كما يتبادل الموظفين وثائق رسمية. لما قبل ما نشوف كيف ننفذها الكترونيا قلنا انه تنفيذ تجديد رخصة السواقة انا كيف بيصير مانيوالي, بروح بحمل رخصة السواقة وبروح على دائرة الترخيص في وزارة المواصلات, بقول له جدد لي رخصة السواقة, بيجي بتطلع عليها بقول بدها تجديد ولا ما بدها تجديد, هل هي هي رخصة أردنية بلكي كذا, فبتطلع عليها بقول بدها تجديد او مو او موافقين على تجديدها, بقول لك اعطيني هويتك عشان اتاكد من مين انت وبالضبط صاحب الهوية هو اللي بيجدد الرخصة. إذا بدك كمان فحص نظر بقول لك روح جيب فحص نظر من وزارة سالم مفعول من وزارة الصحة. بعد ما تجيبهم بجدد لك إياها, بعطيك ورقة بقول لك روح ادفع في البنك, استلمت الرخصة والسلام عليكم. هاي بصير بالواقع. لو بدنا ننفذها شو بالضبط بصير هون بهذا السيرفيس اورينتد اركيتكتشر؟ نشوف كيف الانتجريتي او الانتر اوبرابيلتي. شو يعني انتر اوبرابيلتي؟ انتر اوبرابيلتي يعني انتر اوبريشن, يعني امكانيه ان نعمل انتر اوبريشنز. انتر كلمه انتر اوبرابيلتي يعني كيف ان احنا هاي السيرفر تقدر تعمل اوبريشنز بين بعض, شيء هالامكانيه. فكيف نحقق هاي الامكانيه انه السيرفر هذا هلا نفترض انه هذا مواطن
كبس على هاي الكبسة، بيودي البورتال بيسأل وزارة المواصلات إنه هل بدها ترخيص ولا لا، برد له آه، بعدين بيودي بيسأل وزارة الداخلية بقول لهم اعطوني بالله هذا الشخص رقم هويته، رجعوا لي الادرس تبعه وعناوينه، بعدين بيسأل وزارة الصحة هل في عنده فحص نظر سالم مفعول ولا لا، هاي كلها عبارة عن ايش؟ داتا مسجز عبر ويب سيرفيسز. بعدين نفترض انه كمان في عندنا بيمنت سيرفيس، بتروح على بيمنت سيرفر بنخصم عليه مثلا 20 شيكل وبعدين بنقول له تسلم الرخصة او نودي له اياها في البريد او اليوم. هاي هي العملية، هيك بتصير، هيك بتصير الخدمات لما اتمتها الكترونيا. هذا بالضبط اللي بصير. وبين عليك كيس بدنا نجدد رخصة سواقة، بدنا نجدد، بدي يجينا مولود جديد بدنا نبلغ عنه، لا سمح الله حدا بتوفى بدنا نبلغ عنه، بدي انا مثلا اسجل شركة، بدي استورد سيارات، بدي 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 بدي، كل هاي الخدمات عمليا بتصير بنفس الطريقة. انه في عنا هون ايش؟ السيرفرز تبعون الوزارات تكون مشبوكة على اللي بنسميه السيرفيس اورينتد اركتكتشر، اللي احنا فلسطين بنسميه زي النار، ها؟ فبهاي الطريقة بتصير باختصار شديد. هلا يعني باختصار، لبناء او لانجاز اي خدمة حكومية تتبادل انظمة الوزارات فيما بينها رسائل البيانات، كما يتبادل الموظفين رسائل وثائق رسمية. لبناء الحكومة الإلكترونية نحتاج إلى بناء أطر ومعايير لتتمكن هذه الوزارة، أنظمة هذه الوزارات من تبادل الرسائل الإلكترونية. هذا هو بالضبط الحكومة الإلكترونية، مفهومها. يعني هاي الفكرة، هلا بدنا أطر ومعايير، احنا هلا بنشوف شو الأطر والمعايير، ولكن هذا هو التشالنج المهم، وهذا تيبيكال سيرفيس اورينتد اركتكتشر أو انتربرايز سيرفيس باس بنسميه، أو هون بحال الحال بنسميه جفرمنت، لأنه الانتربرايز هون جفرمنت بنسميه جفرمنت سيرفيس باس. لو فتحت هاي الرسالة شو هي تركب كلبها بالمناسبة؟ ويزدر. تركب كلبها ويزدر ديسكريبشن على الويب سيرفيس، مثلا عندنا هون الهيدر، في عندنا مثلا الداتا اللي تنقلناها، البيرسون اي دي، هالكات، الاف نيم، رولا، الناشوناليتي، بال 333، او بلزمنا هون، معناته احد الاشياء اللي لازم نحلها انه لازم نتبع نكمل الوزاره اللي ودت مع الوزاره اللي استقبلت، لازم نكون متفقين على شو يعني بيرسون اي دي، لازم نكون متفقين على شو يعني، شو يعني اف نيم؟ لا فول نيم، لا فادر نيم، فول نيم، كل هاي الاشياء لازم نكون متفقين. طيب ناشوناليتي بال 33 شو يعني؟ برضه لازم متفقين على الكودز تبعت، الكودز تبعت الناشوناليتي، يعني لازم نكون متفقين على سبيل المثال على مسميات نيمز تاعت الاشياء، الداتا والسكيمز، لازم نكون متفقين على المينينج، المينينج يعني السيمانتكس أو المعنى لكل شغلة، لازم كمان نتم التفكير على الداتا ستراكشر اللي بيوصل. هذا هو باختصار المفهوم مبسط سيناريو سيمبليفيكيشن لطبيعة ما هي الحكومة الإلكترونية. طبعا هذا الكلام بده تداعيات، يعني أنا حاولت أبسط الأشياء، بس في عنا في عندنا organizational interoperability لازم تصير، في عندنا security، هذا كله بنحكي عنه بعد شوي، بس simplification لكيف الأشياء بتصير جوا الحكومة الإلكترونية، كيف تتصور الأشياء المشاكل وكيف كمان لازم نحلها في هذا الاتجاه.